أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح باب تقديم الطلبات للالتحاق ببرنامج مشروع قضاة المستقبل 2021 للقضاء الشرعي يوم غد الأحد وحتى 25 من فبراير الجاري، وذلك للترشح للتعيين في السلطة القضائية. ويعد مشروع قضاة المستقبل من المشاريع النوعية التي تتوافق مع الخطة الوطنية للارتقاء بالمنظومة القضائية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لصون الحقوق العامة والخاصة وإرسائها ومواكبة التطورات في المجتمع البحريني، كما أنه يأتي ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية التي أثبتت مواكبة المستجدات للحفاظ على الأداء القضائي المتميز والقدرة على البت في القضايا بسرعة وجودة عالية. ويأتي هذا المشروع الخاص بالقضاء الشرعي بعد النجاح الذي حققه مشروع قضاة المستقبل في نسختيه الماضيتين، ولمواصلة سير العدالة بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية السلطة القضائية، وذلك من خلال استقطاب أصحاب الكفاءات القانونية وإعدادهم ضمن برامج مكثفة حتى يتأهلوا لتولي المناصب القضائية.